استنى مشاهدينا نناقش الشأن العالمي مع ضيفي من عم او ضيفنا من عمان سيد احمد عزام، محلل اول لاسواق المال في مجموعه ايكويتي. اهلا ومرحبا بك معنا سيد احمد. هذا الاسبوع هو اسبوع اجتماعات البنوك المركزيه، لكن الاهم هو قرار الفدرالي المرتقب، واذا ما كان يعني الاتجاه العام سيكون نحو الاستمرار في التجديد النقدي ولكن بوتيره اقل. نعم، صباح الخير. بكل تأكيد اجتماع الفيدرال الأمريكي هو الأهم منذ بداية العام. أول اجتماع للفيدرال الأمريكي منذ بداية العام، متوقع أن يسجل الفيدرال الأمريكي رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس. الأسواق بدأت تسعر عملية رفع أسعار الفائدة بعد البيانات الإيجابية في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية العام. شهدنا الأرقام الاقتصادية الأخيرة من الناتج الإجمالي المحلي، مؤشر الإنفاق الاستهلاكي، أرقام إيجابية دفعت الأسواق لتسعير إمكانية رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس تباعا. لا بل الأسواق بدأت تسعر إمكانية التثبيت بنسبة 1%. نعم، نسبة 1% ليس نسبة كبيرة، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة أو ارتفاع ب 50 نقطة أساس بدأت الأسواق تتجاهلها، بدأ المستثمرون يتجاهلها. بكل تأكيد الاجتماع فبراير سوف يكون مهم لمعرفة نبرة الفيدرالي الأمريكي أو نبرة أعضاء الفيدرالي الأمريكي في البيان، لمعرفة سعر الفائدة النهائي التيرمينال ريت أقصد هنا. بكل تأكيد سعر الفائدة النهائي الذي قد نبه عنه جيروم باول في الاجتماعات القادمة في بيانه الأخير بأن سعر الفائدة النهائي هو الأهم وليست حدة تجديد رفع أسعار الفائدة. فبالتالي وبكل تأكيد الأسواق تنتظر اجتماع يوم الأربعاء بكل قوة لمعرفة الاتجاهات القادمة للفيدرالي الأمريكي. الجدير بالذكر هنا أن اجتماع شهر فبراير لن يحمل منحنى النقطي للأعضاء الفيدرالي الأمريكي، لا بل اجتماع شهر مارس سوف يحمل هو الدوت بلوت أو المنحنى النقطي. فبالتالي معرفة التوجهات ونبرة أعضاء الفيدرالي الأمريكي سوف تكون عن طريق البيان فقط. نعم أحمد، بالانتقال لقطاع الطاقة عم نشوف اليوم ضغوط على أسعار النفط، وخاصة إحنا في ترقب للعقوبات الأوروبية على المنتجات البترولية على روسيا. برأيك انعكاس هذا الأمر أيضا كيف يكون على تحركات أسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة؟ نعم، شهدنا بالفترة الأخيرة تداولات ضيقة بالنسبة لخام غرب تكساس بالنسبة للنفط نظرا للضبابية. أقصد الضبابية ضبابية العرض والطلب، العرض من روسيا الطلب من الصين. كما ذكرت سالي بأن العرض الروسي أو سقف السعر الروسي وبدء العقوبات الروسية بتوريد النفط للاتحاد الأوروبي سوف تبدأ في شهر فبراير، 5 فبراير تحديدا. فبالتالي المعروض أو الكلام عن الخام الروسي بدأ بالطفو على الأسواق، بالطفو على حالة الأسعار. من نظر إلى الصين فالتفاؤل بأن الأسواق الصينية والاقتصاد الصيني قد تم افتتاحاته بطريقة أو بأخرى هنا أعطت بعض الإيجابية، لكن السلبية كانت بسبب العدوى وانتشار العدوى من فيروس كورونا، وبل أن الحكومة الصينية لم تنشر العدوى أو الأرقام العدوى بالفترة الأخيرة بشكل رسمي. فبكل تأكيد الأسواق قد مارست التداولات العرضية بالنسبة للنفط بتداولات النفط في الفترة الماضية، كما أن اجتماع منظمة أوبك بلس يوم الأربعاء سوف تحمل تثبيت الإنتاج عند 2 مليون برميل. الجدير بالذكر هنا أن ضبابية العرض والطلب بين روسيا والصين سوف تتلاعب بالأسواق بمقداره مليون برميل يوميا بالنسبة للنفط الخام غرب تكساس. طيب سيد أحمد، أذهب الآن إلى إغلاقات شهر يناير وما نتوقعه أن يحدث على وول ستريت، موسم ديفيدنس والتوزيعات وإعلان النتائج. إلى أي حد تعتقد أنه سيكون هذا الشهر هو شهر الانتقال في المحافظ من الركائز أو ما حمله العام 2022 للانطلاق من جديد إلى قواعد أو منصات سعرية جديدة في أسواق المال؟ نعم رولا، بداية 2023 كانت بداية جيدة إيجابية بالنسبة للمؤشرات. ناسداك على سبيل المثال سجلت 14% من الارتفاعات. مؤشرات أو أسهم فانج، أسهم التكنولوجيا، قد سجلت ارتفاعات بمقدار 24%. تسلا التي كانت قد سجلت أسوأ أداء في تاريخ الشركة في عام كامل عام 2022 كانت قد سجلت بعد بعض الانتعاش بنسبة 44%. فبالتالي أرقام كانت تعتبر جيدة. قد نميل إلى أن الأرقام الجيدة
بسببين، سبب موسم الأرباح المتباين في الفترة الأخيرة. على سبيل المثال تسلا كانت قد سجلت ارتفاعات ب 11% من الإيرادات، بالمقابل فيزا ماستر كارد كانت قد سجلت ارتفاعات. فيزا ماستر كارد قد تكون دليل واضح على أن أرقام التضخم في الفترة القادمة ممكن أن تعود إلى الاشتعال بعض الشيء في الفترة القادمة، فبالتالي فيزا ماستر كارد موسم الأرباح في الكوارتر الأول أو في الربع الأول قد تكون إشارة أخرى بالنسبة للأرقام التضخمية ويجب متابعتها بحذر. السبب الآخر هو الأرقام الاقتصادية، أرقام اقتصادية إيجابية من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية دفعت لحدة رفع أسعار الفائدة بالتقلص، تراجع حدة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس كانت قد بنت وأعطت المؤشرات الأمريكية بعض الزخم الصعودي. الجدير بالذكر هنا أن موسم الأرباح بالنسبة لتقارير البنوك كانت قد حملت تقارير البنوك بعض الإشارات على أن احتياطيات الأموال قد ارتفعت بالنسبة للبنوك، هنا يجدر الإشارة بأن احتياطات البنوك عندما ترتفع هناك إشارة لتشاؤم اقتصادي من قبل البنوك، وكما هو معلوم أن البنوك إشارة واضحة للاقتصاد، إشارة واضحة للاقتصادات بالفترة القادمة وتحركاتها، ولعلها قد تكون بعض التشاؤمات إذا ما قلنا أن بعض مخاوف من شبح الركود في الفترة القادمة. شكرا جزيلا لك ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان سيد أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي.